بودكاست قصة غنية. قصة غنية لليوم عن واحدة من الأغاني الفولكلورية اللي انتشرت بشكل كبير جدا وانطلقت من بلاد الشام لتوصل إلى جميع أنحاء الوطن العربي. هالأغنية بتحمل اسم جميل جدا وهو اسم مريم، وعنوانها مريم مريمتي. قصة هالأغنية بتقول إنه كان في شاب وسيم جدا، اسمه بينطبق على شكله، اسمه جميل، وكان جميل يقضي معظم وقته بالشغل والتجارة في قرى الجبال. وبوحدة من زياراته للقرية شاف جميل هالبنت الرقيقة طويلة القامة مريم، وهي كمان شافته ولكنها كانت خجولة جدا فما اطلعت فيه. جميل يمكن شافها لأجزاء من الثانية ولكن كانت كافية ليوقع بغرامة. بعد منها زادت زيارات جميل للقرية، وبكل مرة كان يحاول إنه يشوف مريم أكتر. بعدها أصبح مجنون بحبها، وما كان بيعرف إنه أيضاً هي بتبادله نفس المشاعر. بهالوقت كانوا العثمانيين بيسيطروا على البلاد وبيعملوا اللي بدهن إياه. وبيوم من الأيام أثناء مرور ضابط عثماني بالقرية شاف مريم حامل المي مع عدة بنات. وباليوم الثاني إجا إلى القرية وحاول إنه يفتش عليها. رجال القرية شكوا بالموضوع ولكنهم ما تجرأوا على سؤال عن السبب، ولكن واحد من كبار السن تجرأ وقال له إنه مريم مخطوبة لشخص تاني. الضابط وقت اللي سمع جن جنونه وغادر هو وعم بيهدد ويتوعد. وقت اللي عرف جميل بالقصة قرر إنه يروح بسرعة لعيلة مريم مع عائلته ومجموعة من كبار السن ليطلبوا مريم على سنة الله ورسوله. عائلة مريم كانت عرفت بموضوع الضابط العثماني، فقررت إنه من الخير لبنتهم إنه تتزوج جميل بأقرب وقت ممكن، وإنه يتركوا القرية ويبعدوا عنها ويبعدوا عن أعين الجنود والضابط العثماني. واتفقوا على إقامة حفل الزفاف بعد 3 أيام، ولكن إنه يستعدوا لحفل الزفاف بتكتم شديد. ولكن للأسف أحد عيون الضابط العثماني أخبروا بأمر حفل الزفاف وقالوا كل شيء عن جميل. جن جنون الضابط وأعد مذكر التوقيف بحق جميل ليحطوا بالسجن بتهمة تهريب الوضائع. وبيوم الزفاف داهم الضابط القرية على الأحصنة مع العديد من الجنود لعلمه بأنه جميل رح يكون هناك، واستبدل صوت طبول الزفاف بإطلاق النار والدماء. للأسف ذهب الضابط مع الجنود لمنزل مريم وخطفها، فلحقوا جميل على حصانه ولكن للأسف تم قتله بالرصاص على الفور. الأغنية أصبحت فولكلور من بلاد الشام وغناها أكثر من نجم. مريم مريم تي وعيني مريم، ومريم مريم تي وعيني مريم، والقلب مجروح بدو مريم يا يما بدو مريم. بودكاست قصة غنية.